التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى العاشر من رمضان، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، وجاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة عن الذكرى الخالدة لانتصار العاشر من رمضان وإرادة الله في عودة الحق وما سطره فيها أبطال القوات المسلحة من ملاحم البطولة والفداء لاستعادة أرض الوطن. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاحتلال يسرق مقدرات الشعب الفلسطيني وموارده المائية منذ عقود ويحرم أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في المياه. وفي كلمة له بمناسبة يوم المياه العالمي، قال الرئيس الفلسطيني إن يوم المياه العالمي يأتي في هذا العام في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأبشع جرائم الاحتلال التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء بين شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مشيرا إلى أن أطفال غزة يشربون مياه البحر ويموتون عطشا. أدانت مصر بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا في هذا الظرف الدقيق. أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات ومواجهة تداعيات الهجوم الذي وقع في قاعة كروكس في ضاحية من ضواحي العاصمة الروسية موسكو. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي أعطى الحكومة والأجهزة المعنية كل التعليمات اللازمة فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في موسكو. وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وسائل أعلام روسية بارتفاع عدد قتل الهجوم إلى 62 شخصا. كان مسلحون يرتدون ملابس مموهة فتحوا النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة كروكس سيتي بالقرب من موسكو، ما أدى لسقوط الضحايا وعدد كبير من الجرحى. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام للمنظمة الدولية ينقل تعازيه العميقة للعائلات المكلومة وشعب وحكومة روسيا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات ضد ثلاثة منشآت تخزين تحت الأرض تابعة لقوات الحوثي في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن باتجاه البحر الأحمر. ورياضيا، تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية بفوزه الثمين على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار نصف نهائي كأس عاصمة مصر. سجل هدف منتخب مصر والمباراة الوحيد اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 29 من ركلة جزاء لينجح المنتخب الوطني في تحقيق فوزه الأول تحت القيادة الفنية الجديدة. ويواجه منتخب مصر في نهائي كأس مصر الثلاثاء المقبل الفائز من مواجهة اليوم التي ستجمع تونس أمام كرواتيا، بينما تلعب نيوزيلندا مع الخائس منهما على المركز الثالث.
توج المنتخب الوطني للرجال بالميدالية الذهبية في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليا في غانا بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 33-32 في المباراة النهائية. كان منتخب مصر لكرة اليد للشباب قد حقق 3 انتصارات في الدور الأول من البطولة ليتصدر منافسات مجموعته.